احنا عندنا في المركز احدث جهاز لاصلاح عيوب الابصار بالليزك في العالم، ومعاه وحده الاي ديزاين اللي بتحدد غير عيوب الابصار المشهوره اللي هي طول النظر وقصر النظر والاستجماتيزم، بتحدد كمان انحرافات سطح القرنيه بدقه عاليه جدا، فبتقدر تدينا ان احنا نصلح بتقنيه اسمها الكاستم فيو. والجهاز بتاعنا حاصل على شهاده الاف دي اي الامريكيه، وهي اعلى شهاده جوده في المجالات الطبيه، وعشان كده بتستخدمه وكاله ناسا في تصحيح عيوب ابصار الطيارين بتوعها، لان بيحصل الطيار او الشخص اللي بيستخدم تقنيه الكاستم فيو على سوبر فيجن او رؤيه افضل بكتير من النظاره او العدسه اللاصقه بتاعته. الجهاز بتاعنا كمان بيقدر يصلح لحد 14 درجه من ضعف الابصار. طيب اذا كان في حاله ان الليزك ما ينفعش، عندنا وسائل تانية كتير جدا لضعف الابصار ممكن نستخدمها، زي زرع العدسات اللينه، ودي عمليه بتطلع نتيجه مشابهه جدا لعمليه الليزك، لكنها بتستخدم لبعض الحالات اللي الليزك ما يكونش فيهم يصلح.